الله صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية. يسود طقس صافي هذا اليوم في العاصمة الرياض مع 39 درجة مئوية، الملموسة أقل بقليل حوالي 35 درجة مئوية، أما الرطوبة منخفضة والرياح تكون معتدلة السرعة. بالنسبة لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة نهار اليوم في المنطقة الشمالية، نبدأ بسكاكا 39 إلى 26، نفس الحرارة في عرعر، تبوك 36 إلى 23 مع الطقس الصافي. المنطقة الغربية ارتفاع كبير على درجات الحرارة واستمرار الطقس شديد الحرارة والمرهق في منطقة مكة المكرمة وأيضا تهامة مكة المكرمة، حيث تسجل 48 إلى 32، جدة 48 إلى 28، مدينة المنورة 42 إلى 29، أما الطائف 34 إلى 24. المنطقة الجنوبية الغربية أبها 32 إلى 20، الباحة 32 إلى 23، أما جازان 35 إلى 32. المنطقة الشرقية تبقى تتأثر برياح البوارح المثيرة للأتربة والغبار، الدمام أتربة مثارة 42 إلى 29، نفس الحرارة في حفر الباطن، أما الإحساء 44 إلى 29. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض طقس صافي 39 إلى 28، بريدة 38 إلى 36 إلى 26 عفوا، أما حائل طقس صافي 35 إلى 25.